وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وفي مداخلة هاتفية مع تلفزيون المجلس، استبعد أن تؤثر الاستجوابات على علاقة السلطتين والتعاون بينهما في إنجاز القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الدعوة إلى جلسة طارئة هي حق أصيل لنواب مجلس الأمة. أتمنى بإذن الله تعالى ألا تؤثر تأثيرا سلبيا، ولا شك بأن يعني التفاهم بين المجلس والحكومة قطعنا فيه شوط طويل، لا نتوقع بأن يعكر أو يعرقل التعاون أي تلويح باستجواب أو حتى تقديمه. واليوم كما علمنا بأن معالي نائب رئيس الوزراء وزير مالية يعني وزير نفط بالوكالة قد رحب بالاستجواب الذي سوف يقدم إليه، ليس من باب الاستهانة به أو من باب عدم الاكتراث، وإنما من باب التعاون، من باب نحن أيضا قد يكون فرصة كما أشار معاليه إلى إيضاح بعض الأمور التي نصت عليها وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وإجراءات الحكومة في هذا الشأن. فنتوقع بإذن الله بأن يعني الاستجوابات قد نستطيع أن نتجاوز من خلال التعاون، وإذا قدمت فأعتقد الحكومة ستكون متعاونة في هذا الجانب في حدود الدستور واللائحة. لا شك بأن يعني ليس أول مرة وليس هي بدعة بأن يدعى إلى جلسة طارئة، هذا حق أصيل لإخواننا نواب المجلس، متى ما رأوا بأن هناك ضرورة ملحة لعقد جلسة طارئة فإن أغلبية المجلس أغلبية أعضاء المجلس تحدد ذلك. ولذلك يعني عملا بنص المادة 64 من اللائحة الداخلية، لو توفر 32 نائب تقدموا بطلب لعقد جلسة لعقد دور انعقاد طارئ، فلا شك بأن هذا حق أصيل للنواب، والحكومة سوف بإذن الله تعالى تتعامل معه أيضا وفق اللائحة. وحول حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود أزمة مالية تواجه تنفيذ مشاريع الطرق، أكد وزير الأشغال علي العمير أن ملف التمويل بحوزة وزارة المالية حاليا، مؤكدا أن الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنى التحتية آتت ثمارها مؤخرا. الحمد لله، وزارة الأشغال كما هو واضح اليوم ليس يعني مجدا ننسبه للقائمين الحاليين، وإنما الحمد لله هي ثمرات جهود ماضية ووزراء أيضا سابقين قاموا بعمل وتوقيع عقود، نرى اليوم ثمرتها من خلال افتتاح طرق رئيسية وشوارع ممتدة وجسور، وهذا يعني حقيقة إنجاز نفتخر به بأن يتحقق بالجدول الزمني المرسوم له. يبقى اليوم ما يتعلق في برنامج الصيانة، نعلم بأن كثير من إخواننا وأخواتنا المواطنين يعانون وقد عانوا من مشكلة تطاير الحصى ورداءة يعني بعض الشوارع التي تحتاج إلى صيانة. هذه العقود اليوم معروضة على أساس أنها تحصل على الميزانيات الكافية والتمويل الكافي من وزارة المالية حتى نستطيع إن شاء الله تعالى أن نتلافى مشاكل تطاير الحصى مع اقتراب موسم الشتاء. يبقى أن وزارة المالية طلبت إيضاحات من وزارة الأشغال حول هذه العقود وحول المواقع الصيانة التي سوف تجرى، وقامت وزارة الأشغال أيضا بموافاة وزارة المالية ببعض المعلومات، وإن شاء الله تعالى تستكمل جميع المعلومات وتوفر الميزانيات اللازمة. طبيعي ان احنا نعلم بان اليوم وزاره الماليه ايضا في ظل يعني الترشيد تحاول ان قدر الامكان ان تتلافى اي مصروفات ليس لها داعي، ووزاره الاشغال من جانبها تشعر بان هناك صيانه ملحه لابد ان تجريها، لكن احنا اليوم فريق حكومي واحد، واعتقد بالاخير سنصل ان شاء الله الى توافق والى تغطيه الميزانيات اللازمة لعمل الصيانة التي سوف تنعكس على راحة المواطن وعدم تعريضه للأذى أو الخطر.